اليوم بدي أطبخ كباب هندي مع رز أبيض. بقلي بصل جوانح بسمنة أو زيت، وبضيف بندورة مقشرة ومقطعة مكعبات مع معلقة صلصة وملح وفلفل أسود، وبتركها لحتى تتعقد. بتبل اللحمة المفرومة بملح وفلفل وسبع بهارات ورشة صنوبر، بقرصها على شكل كبابات صغار. البندورة اللي طبختها وعقدتها بكتها بصينية بريكس، بصف الكبابات فوقها وبدخلها على الفرن مشغلته ومحميته من قبل بربع ساعة، وبتركها بالفرن لحتى تستوي اللحمة وتتعقد مزبوط تقريبا ساعة. الكباب الهندي أكلة سورية مناكلها بالشام مع رز ومناكلها بالخبز، طيبة بالحالتين. خبرونا انتو بباقي المحافظات كيف تطبخوها وكيف بتحبوها. صحتين وعافية.